السلام عليكم يا أطفالي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة، لقد اشتقت إليكم كثيرا. درسنا الخامس في الرياضيات هو التعرف على الرقم 8. هذا هو الرقم 8، إنه جميل حقا. لقد قمنا في الفترة السابقة بدراسة الأرقام من 1 إلى 7، لنقم معا بمراجعة هذه الأرقام. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ معا. 1، هذا الرقم 1. 2، هذا الرقم 2. 3، نعم، هذا هو الرقم 3. 4، هذا هو الرقم 4. أحسنتم يا أبطال. 5، لدينا 5 أصابع في هذه الصورة. 1، 2، 3، 4، 5. أحسنتم، ممتاز. وهذا الرقم 6، هذا هو الرقم 6. 7، أحسنتم، هذا هو الرقم 7 الذي درسناه في الأسبوع الفارغ. أحسنتم يا شطار. وهذا هو رقمنا الجديد، إنه الرقم 8. ممتاز، لدينا 8 أصابع. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. أنتم رائعون. رددوا معي يا أطفالي، 8. أحسنتم، هذا الرقم 8. أحسنتم يا أطفالي، إنه رقمنا الجديد. والآن لنتعرف على كيفية كتابة الرقم 8. لنأخذ ورقة بيضاء وقلما يا أطفالي، ولنقم برسم دائرة. أحسنتم، وتحتها دائرة أخرى لنتحصل على رقمنا الجميل وهو الرقم 8. أحسنتم، دائرة ثم دائرة تحتها. أحسنتم يا أطفالي. وهنا يا أحبابي، لنتبع اتجاه السهم لنتحصل على الرقم 8. لنتبعه معا. أحسنتم. يا أطفالي، هكذا يكون كتابة الرقم 8، لننتبه إليه جيدا. والآن لنقم بوصل الأرقام ببعضها لنتحصل على الرقم 8، مثلا الرقم 1، 2، 3، 4، 5 لنتحصل على الرقم 8. لنبدأ معا. ممتاز، لقد تحصلنا على الرقم 8. أنتم رائعون. أحسنتم يا أبطال.
يا أطفالي، كم يوجد من سلحفاة في هذه الصورة يا ترى؟ لنعدها معا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. أحسنتم، يوجد 8 سلاحف. أحسنتم. وفي هذه الصورة يا أحبابي، كم يوجد من قلم جميل في هذه الصورة؟ لنعدهم معاً. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. أحسنتم، يوجد 8 أقلام جميلة في هذه الصورة. أحسنتم يا أطفال. ماذا يوجد في هذه الصورة الجميلة يا أطفالي؟ لنفكر معا. أحسنتم، يوجد أزداف جميلة. لنعد إذا، كم من صدفة توجد في هذه الصورة؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. يوجد 8 أصداف. أحسنتم. والآن لنتعرف معا، كم يوجد من دجاجة في هذه الصورة؟ كم يوجد من دجاجة يا ترى؟ لنعدها معا. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. يوجد 8 دجاجات. ممتاز يا أبطالي، لنقم بتلوين الرقم 8 معا. أحسنتم، إنه جميل. يا أطفالي، لنقم بعد هذه الكرات الجميلة، ثم نقوم بكتابة الرقم 8. لنبدأ. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. والآن لنقم بكتابة الرقم 8 معا. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ. لقد تحصلنا على صورة جميلة. أحسنتم يا أبطالي. والآن لنقم بتخطيط وكتابة الرقم 8. هل أنتم مستعدون؟ لنأخذ القلم إذن ولنبدأ معا. ممتاز، هكذا يكون كتابة الرقم 8. أنتم أذكياء. كم يوجد من فأر في هذه الصورة يا ترى؟ لنعدها معا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. يوجد 8 فئران. لنقم بتلوين هذه الصورة إذن. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ. أحسنتم، إنها صورة جميلة. أنتم ممتازون يا أبطالي. أين يوجد الرقم 8 من بين هذه الأرقام؟ أين يوجد يا ترى؟ أين أنت يا رقم 8؟ لنفكر معا. إنه هنا. أحسنتم، هذا هو الرقم 8.
ممتاز يا أبطال. لننتبه يا أحبابي، وهنا أين يوجد الرقم 8؟ أين يوجد الرقم 8؟ لنفكر معا. أحسنتم، إنه هنا، هذا هو الرقم 8. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحصة وتعرفتم جيدا على الرقم 8. إلى اللقاء، استودعتكم الله.